بنتكلم على دور الام، لكن كمان احنا يعني اكيد دور الاب بيبقى كمان دور مهم جدا. واعتقد وجود بطل يعني هو على راس العائله بيديكوا اولا حتتين، الحته الاولى حبكم للعبه، وهنجيله وصلنا الاعلى في اللعبة. طبعا مش اي حد تاني بصراحه، حبكم للعبه بيتبني من خلال انتم وانتم صغيرين شايفين بابا ايقونه بالنسبه لكم، عايزين تعملوا حاجه زيها، وفي نفس الوقت بتبقى الموضوع هو سبورت ليكوا بشكل اكتر من رائع. يعني دور بابا كمان دور ظهرنا في النادي بصراحه، يعني طبعا ليه يعني ظهر كده في النادي طبعا. بلس انه طبعا خبره يعني فوق ما تتخيل. انت واخده من لا وصلنا شهرا كده اثبت وجودك، مش هتكلم ولا مستنيها تخلص. لا وطبعا هو بابا يعني احنا يعني بس هو احنا كبرنا لان بابا في النادي وبطل وكابتن فرقه بتاع النادي الاهلي، فاحنا كل الحاجات اللي هو هو بيلعب انا اللي احنا طبعا ما لحقناهوش وهو بيلعب، بس احنا خلاص احنا عارفين هو عمل اسم، فاحنا اجباري لازم يبقى كل واحد فينا على قد مسؤوليه ان هو يبقى ابن الكابتن ياسر ابو الفتوح. بس يعني دي لوحدها كبيره قوي. عايزين نوجه تحيه من البيت الكبير، تحيه خاصه جدا. ولوالدتكم كمان اكيد اللعب الدور الاكبر طبعا طبعا، ودي صوره باباك طبعا طبعا. كان ليه دور انك تختاروا الباسكت بول؟ يعني طبعا يعني دايما السؤال ليك دلوقتي في كوره للسيدات، لكن بالنسبه لك انت مازن كان ليه دور ان تبقى انت خلاص انت شايف بابا عايز ابقى زيه وعايز احقق بطولات زيه في كره السله، ولا كان ليك هوايات زي اي طفل في مصر ليه هوايات انه ممكن يبدا بكره القدم؟ كان ليك تجربه مع الكوره؟ والله هو يعني هو احنا كمان عشان بدانا لقينا نفسنا في ملعب الباسكت فخلاص فهو يعني حتى لو انت ليك هوايه ماشي العب اللي انت عايزه، يعني عايز تلعب سباحه العب سباحه، عايز تلعب كاراتيه العب كاراتيه، بس انت الباسكت دي حاجه كمان في دمك أساسي. بقى اصلا اساسي يعني دي موهبتك. فانا العب فولي وما رضيش يخليني اكمل في الفولي، ولو هكملي هكملي دلوقتي بقى يعني مبسوطه ان انت على اختياره ده، مبسوطه خلاص كملت بقى وطلعت فيرست تيم، مضطره احب الموضوع.